احنا في الاوت لاينز المره اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت شرحنا اول محاضره، تمام، اللي هي الكريتيكال باس ميثود والاندرستاندينج بروجكت اند بروجكت تايم لايف سايكل، اند تالت نقطه كانت البروجكت مانجمنت تول. كانوا تلات نقط خاصين بال الجزء بتاع البي ام بوك او البي ام بي. بعد كده بدأنا اول مرحلة في الشغل على البرنامج اللي هي الاي بي اس، واخدنا بعدها الاو بي اس، واخدنا بعدها الكالندر. ده كان المحتوى بتاع المحاضرة رقم واحد. دخلنا في المحاضرة رقم اتنين اللي هي كانت create new project. ال WBS ال WBS سوري تمام يا شمس وسام. ال activity type وال adding activity، ووقفنا المرة اللي فاتت عند relation شيب، واخدنا جزء من الاكتيفيتي ديتيلز اللي هو الجزء الخاص بالاكتيفيتي تايب. تمام، النهارده ان شاء الله هنستكمل مع بعض محاضره خفيفه جدا اسمها محاضره التلوين الالوان. فاكرين واحنا اطفال كانوا بيجيبوا لنا لوحة فاضية كده وإن احنا نقعد نلون عليها؟ نفس الكلام النهاردة إن شاء الله هنقعد نلون مع بعض كده شوية ألوان. هناخد بعض الألوان، بس طبعا هي مهمة في إنها ده شكل اللاي أوت واللي بنحتاجه في العرض. تمام، النهاردة عندنا أول حاجة الكولمز، عندنا امر اسمه جروب اند سولت، عندنا امر التايم سكيل، عندنا البار، البار اوبشن، سبوت لايت، واهم حاجه النهارده عندنا هو الكونسترين، واللي انا اعتقد مش هنلحقه النهارده. تمام، طيب نبتدي بالكولمز. ادي الكولمز اللي هي الجزء بتاع الأعمدة، دي أعمدة. تمام، فده ممكن أظهر وأخفي الأعمدة عن طريق الأمر ده columns أهو، أو عن طريق قائمة view هلاقي حاجة اسمها columns، أو عن طريق كليك يمين وأقول له columns. طيب الجزء ده عامة اسمه إيه؟ الاتنين اللي فوق دول على بعض كده اسمهم top layout. top layout، التوب لاي اوت ده مقسوم جزئين، جزء اسمه activity table. activity table اهو اللي هو التيبل بتاع الاكتيفيتي بس اهو، والجزء اللي على الشمال اسمه جانت chart او تايم سكيل او bars area. تمام، هو ليه تلات اسماء، جانت chart وتلات أسماء متداولين في البرنامج، جانت تشارت أو تايم سكيل أو بارز أريا أهو. تمام، طيب نبتدي بالكولمز. الكولمز هي الكولم اللي أنا بختار أعرضها للأكتيفيتي ديتيلز، أكتيفيتي تيبل. طيب أدوس كليك يمين، قلنا كليك يمين او عن طريق الايقونة دي واقول له كاستومايز، او من قائمة فيو واقول له كولمز. طيب ادي اول حاجة، دي اسمها selected option، وادي available option، وادي رقم ثلاثة الجزء اللي على اليمين دوت الجزء الخاص ب الادت وال selected option ده. طيب هنا انا بسميهم دول اللعيبة الاساسيين، وهنا اللعيبة الاحتياطي. تمام،
دول اللعيبة الأساسيين مرتبين بنفس الترتيب، يعني هنا ترتيب رأسي هلاقيهم هنا ترتيب أفقي. Activity ID أدي الـ Activity ID، الـ Activity Name أدي الـ Activity Name، الـ Original Duration أهو، وهكذا Start Finish Total Float. واضح يا جماعة؟ بعد كده أقدر أضيف أي حاجة من هنا، يعني عندي هنا مثلا ممكن أضيف الـ Free Float. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس إيه كل الأنشطة أو كل الأعمدة دي؟ أقول له في عندي في الكونتنت بتاعتي اللي انا عاملها واللي هي موجوده مع حضراتكم، ده ملخص لاهم الكولمز اللي موجوده في البرنامج بتاعي، اهم الكولمز اللي موجوده في البرنامج بتاعي من اول الديوريشن لغايه الـ earned value ومعادلات الـ earned value. الـ columns ده او الشيت ده معمول بطريقه كويسه جدا. السبجكت اللي هو اسم العمود، الديسكريبشن اللي هو الشرح او الترجمه او وصف العمود بالمانوال بتاع البرنامج. هنا الترجمه الحرفيه ل الديسكريبشن بالعربي، وهنا سامري للعمود ده بيقول ايه، وهنا الكالكوليشن ميثود اللي هي مثلا الديوريشن تساوي البلاند ستار، البلاند فينش ناقص البلاند ستارت. تمام، فهنلاقي الكلام ده كله موجود معانا، بس طبعا هنفتحه بالتفصيل في الايرند فاليو. تمام، نكمل شغلنا. فطبعا بختار من هنا الأعمدة بتاعت الأكتيفيتي تيبل. ممكن كمان أعمل إيديت للعمود، يعني مثلا هنا أعمل إيديت للعمود ده Original Duration، ممكن أعمل إيديت فيه. طب أعمل إيديت في إيه؟ بعمل إيديت في ثلاث حاجات. اول حاجه الاسم، اسم العمود ممكن اغير اسمه. واحد يقول لي ينفع اكتبه بالعربي؟ اه طبعا ينفع اكتبه بالعربي. المده الاصليه، تمام، وهنا اللي هو عرض العمود، وهنا الالاينمنت الكتابه تكون فين في العمود بالظبط. وهلاقي هنا كتب لي المدة الأصلية بين قوسين original duration. لو عملت apply هلاقي هنا العمود بقى اسمه المدة الأصلية، المدة الأصلية. طبعا كل عمود أقدر أعمل فيه الكلام ده، الإيديت كولم ده. واضح؟ يبقى ده أول حاجة الكولمز بتاع الاكتيفيتي تيبل. عندي برضو في ريليشن، ريليشن شيبس في بعض الاعمده عن طريق او بتحكم في الاعمده بتاعته. واجي هنا اقول له كاستمايز بريد اسيسور، اكتيفيتي ديتيلز دي لسه انجلها. لازم اكون واقف على نشاط ويكون البريد اسيسور اكتف والسكسسور اكتف من الريليشن. فنلاقي هنا كليك يمين واقول له كاستمايز بريد اسيسور كولمز، مش هلاقي غيرها. برضو بنفس الترتيب اكتيفيتي اي دي، اكتيفيتي نيم، ريليشن تايب، لاج، فينيش، درايفنج، كريتيكال، اكتيفيتي ستيتس. تمام، برضو اقدر اظهر واخفي اللي انا عاوزه ونفس الطريقه. تمام، ممكن اتحكم في اللي انا عاوزه، اعمل edit للي انا عاوزه طبعا. تمام، بس انا دايما بحب اخلي هما دول بس اللي معروضين قدامي.
نفس الكلام بالظبط، لو كليك يمين كده في اي مكان فاضي بالنسبه في للسكسسور، كاستمايز سكسسور كولمز، واقول له نشيل طبعا الاكتيفيتي اي دي مش عشان حاجه، بس بتديني مكان اوسع شويه، فضي مكان يعني، واسيب هم دول بس اللي انا محتاجهم في الاكتيفيتي سكسسور وبريديسيسور اهم. بعد كده دول اكتيفيتي بريديسيسور وسكسسور، ممكن اقف هنا كده واقول له كاستمايز اكتيفيتي ديتيلز، كاستمايز اكتيفيتي ديتيلز. ايه الاكتيفيتي ديتيلز؟ ايه الاكتيفيتي ديتيلز؟ احنا اتفقنا ان ده اسمه توب لاي اوت، اللي هما الاثنين دول، يبقى اللي تحت اسمه بوتوم لاي اوت. بوتوم لاي اوت هلاقي البوتوم لاي اوت دول، ده واحد من المجموعه دي، واحد من المجموعه دي. اول حاجه بعرضها تحت اسمها اكتيفيتي ديتيلز، هي كانت قبل كده اسمها اكتيفيتي ديتيلز على بعضها، بس في الفيرجن الجديده اختصروها الى ديتيلز. بعد كده هلاقي اكتيفيتي يوسج بروفايل، اهي بقت معروضه في الجزء اللي تحت. طبعا هنعرف الكلام ده معناه ايه. سوري، اكتيفيتي يوسج سبريد شيت واكتيفيتي يوسج بروفايل وريسورس يوسج سبريد شيت وريسورس يوسج بروفايل. طبعا الكلام ده كله ليهم، او الاربعه دول ليهم نص محاضره، او ان انا بعرض الشبكه بتاعه الانشطه، الشبكه بتاعه الانشطه، او ان انا من هنا نو بوتوم لاي اوت. نو اهو مكتوب اهو، نو بوتوم لاي اوت، مفيش بوتوم لاي اوت. طيب يبقى دول من هنا او ده من هنا، فده اسمه اكتيفيتي ديتيلز، او ممكن عن طريق شاشه فيو، وهقول له شو اون بوتوم، هلاقي نفس الايكونز دي موجوده هنا بالترتيب. واضح؟ برضو شو اون بوتوم، ادي التيبل وادي الجانت شارت، وبرضو ممكن اعرض الاكتيفيتي يوسج سبريد شيت او الاكتيفيتي نتورك اللي احنا كنا عرضناها تحت، وهنشوفها طبعا بالتفصيل. يبقى ده الاماكن اللي انا بستخدم فيها الكولمز. برضو هنشوف الكولمز في الريسورس و الكوتس والستبس، كل الكلام ده هنشوف فيه الكولمز. نفس الكولمز او نفس شكل الكولمز ثابت في كل حاجة، ان هو الشكل ده الشكل بتاع الكولمز. بتختلف الداتا اللي جواه على حسب الكولمز دي بتاعت ايه، على حسب الداتا دي بتاعت ايه. يعني هنا مثلا في ال WBS، دي شاشة ال WBS اهي، او من قائمة بروجكت اقول له WBS، او هلاقيها في الفيرجن الجديد ظهرت معايا هنا، برضه هلاقي الكولمز اهي تمام، بس محدد لي هو بعض المسؤوليات responsible manager او بالديتس او بالبروجكت او كاستمايز. فمن خلال كاستمايز برضه نفس الشاشة، على حسب كل شاشة اقدر اختار او احدد الكولمز بتاعتي هي ايه. واضح؟ يبقى ده اول جزء في الكولمز. طيب انا عاوز اعرض الديتس، سي ان انا عاوز اعرض مثلا ايرلي ستارت وايرلي فينش. حد يفكرني كده ايه الايرلي ستارت والايرلي فينش والليت ستارت والليت فينش؟ يا جماعه ايه يا جماعة؟
طبعا من خلال السهمين دول، من خلال السهمين دول بقدر ان انا ارتب. من خلال السهم ده بودي واحدة بس اللي انا واقف عليها، السهمين اللي ورا بعض دول بودي الجروب كله، والسهم ده باخد ده وارجعها اهو. بس انا دبل كليك هنا او دبل كليك هنا هي نفس الموضوع، ونفس الموضوع هنا ريموف اول برضو ريموف كل دول تمام من السلكتد اوبشن تمام اهو اهو. الناس راحت فين يا جماعة؟ الناس راحت فين؟ مهندس محمد الغباوي نام تحت السرير ولا ايه؟ تحت البطانية. تمام مهندس عمر معانا مية مية. مش أول تاريخ للبداية يا باشمهندس الفعلية، هو أول تاريخ أول تاريخ أو أقرب تاريخ، بس مش الفعلي تمام. هو أول تاريخ تقدر النشاط ده أو يقدر النشاط ده يبتدي فيه early start، أول تاريخ ممكن للنشاط يبتدي فيه، و late start هو آخر تاريخ للنشاط يقدر يبتدي فيه، آخر تاريخ للنشاط ممكن يبتدي فيه. يبقى أنا عندي النشاط ممكن يبتدي مثلا سي يوم واحد ده early start، والليت start بتاعه يوم 10. واضح؟ يبقى أنا عندي total float قد إيه لو هو 1 و10؟ ناس نامت ولا إيه؟ باشمهندس تمام. تمام ايوه كده. مهندس محمد يوسف فين يا جماعه؟ صح النوم يا هندسه. طب تمام، انت معانا بقلبك يا هندسة والله. مهندس وسام مهندس وسام مهندس وسام معانا يا جماعة ولا حد شاف المهندس وسام؟ للأسف انا مش بعرف من هنا الناس اللي حاضرة. المهندس وسام موجود اهو. ازاي الصوت؟ انا مستنيك على الجروب يا باشمهندس وسام. ماشي. طيب بعد كده عندنا طبعا الامر الاعمده ده من الاوامر اللي هتتكرر معانا كتير جدا 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 في البرنامج، فهنركز فيه كويس، هو أمر بسيط جدا. طيب بعد كده عندنا الأمر التاني اللي هو أمر جروب أند سورت. أمر جروب أند سورت أهو الأمر ده شايفينه حضراتكم، ده الأيقونة بتاعته جروب أند سورت، ده الأيقونة بتاعته برضه من قائمة فيو وأقول له جروب أند سورت، او كليك يمين واقول له جروب اند سولت، او في اختيار رابع شايفين كلمة لاي اوت دي، شايفين كلمة لاي اوت تمام، واقول له جروب اند سولت تمام.
فالأمر ده الأمر ده اسمه جروب اند سورت، وده من الأوامر المهمة جدا 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 في البرنامج. تمام، عبارة عن ايه واللي برضه هيتكرر معانا كتير جدا في البرنامج بعد كده لغاية لما نخلص البرنامج والأمر دول الأمر ده معانا. يبقى الأمر بتاع كولم، الأمر بتاع جروب اند سولت، الأمر بتاع فلتر، دول التلات أوامر اللي هيستمروا معانا على كل شاشات البرنامج. تمام، كل شاشات البرنامج هنستخدم فيهم التلات أوامر دول. تمام، فاللي ما يكونش فاهم فيهم أي جزئية ياريت يوقفنا على طول. تمام، هنا الشاشة دي مقسومة تلات أجزاء. أول جزء أنا بحب أطبق الأمر ده والناس تلاحظ. بصوا يا جماعة، بصوا هنا على الشاشة وأنا شلت أول واحدة، وقولوا لي إيه اللي اتغير. تمام، قولوا لي إيه اللي اتغير عشان نفوق الناس كده. ها، إيه اللي اتغير؟ الناس اللي عندها قوة ملاحظة بقى، ها نفوق كده. بالظبط بالظبط، التجميعات على مستوى كل دبليو بي اس في كل عمود. بالظبط مهندس محمد، التجميعات او التجميعي على مستوى كل دبليو بي اس في كل عمود. طب الحتة دي كان ليها اسم معين يا باشمهندس محمد، كان ليها اسم معين، حد فاكره؟ كان الناس بتوع البي ام بي مسمينها اسم كده. ايوه، كان هي ليها علاقه بالورك باكج، شايلد بيرنت ريليشن شيب، الاب والابناء، شايلد بيرنتس ريليشن شيب. تمام، تمام مهندس محمد يوسف فايق. تمام، يبقى هنا ده بيعرض لي ال child parent relationship وبيخفيه. طيب بيقول لك عندي هنا حاجتين لما بتظهروا قدامك، حاجتين، يا اما حاجة اسمها show grand total، show grand total. تمام، طب نشوف كده show grand total ده بيعمل ايه، ايه اللي حصل؟ الناس تركز معانا، ايه اللي حصل؟ هيا يا جماعة، حد هيقول لي مين؟ ها، ضاف. ايوه، مين بيكتب؟ بالظبط كده، ضاف فوق ليفل 1، زود هو ليفل 1 من عنده، بقى بداية المشروع او بداية ال WBS بتاعي في ليفل 2، زود هو ليفل 1 حاجة اسمها توتال. شايفين؟ حاجة اسمها
توتال، تمام؟ طيب، وتوتال دي معناها توتال المشروع. طب لو بصينا كده على الداتا بتاعت توتال هنلاقيها نفس البروجكت والكيو ريزيدنشال داتا. يبقى انا في حاله ال WBS، في حاله ان انا عارض باستخدام، هنا انا عارض باستخدام ال WBS، انا مش بحتاج ان انا اعرض بالجراند توتال، مش محتاج ان انا اعرض بالجراند توتال. طب هل في اوقات تانية بحتاج ان انا اعرض فيها بالجراند توتال؟ اه طبعا، تمام، طبعا في حاجات كتير بحتاج ان انا اعرض فيها الجراند توتال، بس ما بكونش بستخدم فيها طريقة عرض ال WBS، تمام؟ يبقى كده ال WBS لما بستخدمها في طريقة العرض خلتني ما استخدمش حاجتين. الحاجة الأولانية أو الحاجة الأولى إن الأمر بتاع جراند توتال. كان في حاجة تانية، مين هيفتكرها؟ كان في حاجة تانية مين هيفتكرها لما بستخدم أمر العرض بتاع WBS؟ ها؟ الله ينور عليك، اسمها WBS Summary. الله ينور عليك يا باشمهندس محمد، انت بتنام تنام وتصحى تجيب الزتونة. تمام. باشمهندس ماشي حاضر مش نايم. خلاص يا باشمهندس مصدقك. تمام، اللي كان في امر اخدناه بتاع الاكتيفيتي تايب فاكرين اسمه WBS Summary. WBS Summary، فبرضه لو انا مستخدم طريقه العرض بتاعت WBS فمش هحتاج ان انا اعمل WBS Summary. واضح؟ طيب، show summarize only، show summarize only، تمام. لحظة واحدة كده قبل show summarize only، ايوه نرجع تاني ندخل show summarize only، ادي show summarize only اهو. ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل؟ بالظبط، اخفى الانشطة. صاحي معانا باشمهندس عمر، مهندس محمد الغرباوي، المهندس وسام، والمهندس محمد المعتصم، هما اللي نايمين. مهندس محمد المعتصم ملوش حاجة، دي عبارة عن قوة ملاحظة، ده جزء ملوش اي علاقة بالجزء اللي فات. صح معانا يا باشمهندس؟ بس ايه يا باشمهندس محمد غرباوي؟ بنسيب مكان للزملاء. ماشي. تمام. طيب انا كده بس اتاكدت ان الناس كلها صاحيه، ندوس بقى شويه. طيب يبقى احنا شفنا كده ان السمغايز بيعمل لي سمغايز لي بيخفي الاكتيفيتي، شرينكج برضو هنخلي بالناش بيعمل شرينكج للفيرتيكال جروبنج اللي هي دي
اللي هي الأجزاء الألوان دي. لو نشوف أهي، شايف حضرتك بقت إزاي؟ عملنا لها شرينكج أهي، بيضمها شوية كده، تمام؟ واضح؟ طيب نيجي بقى للجزء اللي تحت، وده الجزء المهم جدا. في بيقول لي ايه؟ جروب باي. جروب باي، جروب باي ايه؟ هو الطبيعي ان احنا بنقول ان احنا في شاشة الاكتيفيتيز، فبنقول له ال WBS. طيب ال WBS دي احد الطرق اللي انا بقول له يعرض بيها. هل في طرق تانية؟ اه طبعا كتير، تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طيب نشوف ال WBS ونشوف الطرق التانية اللي انا ممكن استخدمها في طريقة العرض، تمام. طيب اول حاجة بيقول لي indent. ايه indent؟ indent يعني الغي الشكل الهرمي، الغي الشكل الهرمي. شايفين الطريقة بعمل كلها بسقول كده، جاب لي كلهم تحت بعض في نفس الليفل، كلهم تحت بعض في نفس الليفل، كل الباندز دي اسمها باندز، كل الباندز في نفس ليفل اللي هو ليفل 1. واضح؟ يبقى اندنت هو الشكل الهرمي اهو. واضح؟ طيب ندخل الامر تاني. هنا بقول له تو ليفل، بقول له اول، بقول له انا عاوز تعمل لي شكل هرمي لغايه ليفل كام. احنا عارفين ان احنا قلنا ان الجزء بتاعنا ده 6 ليفلز، فانا لو قلت له مثلا ان هما لغايه ليفل 4 بس، لغايه ليفل 4، ادي هلاقي هنا ليفل 4، تمام، وقلت له اوكي. طبعا ده ليفل 2، ليفل 2 مش هلاقي بعد ليفل 4. المفروض عندي هنا تحت السبستراكشر في سويل ووركس وكونكريت ووركس ومش عارف ايه اهو، بس الكلام ده مش ظاهر. يعني بص نشوف، شايفين يا جماعة اهو اهو، فانا قلت له غاية ليفل 4، فاخفالي الجزء اللي هو الاحمر اللي هو ليفل 5 وليفل 6، وحط لي الاكتيفيتيز بتاعتهم كلها تحت ليفل 4، ليفل 4. واضح يا جماعة؟ واضحة الجزئية دي ولا أعيدها تاني؟ شمهندسين؟ مهندسين معلش انا رخم شوية، بس محتاج الناس تصحى معايا صدقوني. طيب نكمل. هو ألغى، هو أخفى،
بالظبط يا باشمهندس عمر، هو اخفى ال WBS بس ما اخفاش ال activity، ضم ال activity تحت رقم 4. تمام، يعني لو ناخد بالنا هنا ال activity دي ال backfill وال excavation وال soil replacement كلهم تحت ليفل 4، يعني ليفل 5 اللي هو الاحمر. تمام، فلو قلت له ليفل 4 اهو هلاقيهم بقوا موجودين فين اكسكافيشن وباكفيل وفين اهو ريبليسمنت، كلهم اتضموا تحت ليفل 4. واضح؟ تمام، ندخل نكمل. جروب انترفال ده شغاله مش شغاله في ال WBS، يعني مش شغاله في طريقه العرض اللي هي ال WBS، شغاله في اي ديتس بس. هنشوف ازاي نعرض بالديتس. وبيج بريك ان انا ممكن اخد بيج بريك عند ليفل 1 او عند ليفل 2 او عند ليفل 3. بيج بريك ده هنشوفه في اوامر الطباعه في اخر محاضره، ومحاضره رقم 9. نيجي بقى هنا للفونت ورو، الفونت سوري والكلر. عند ليفل 1 ليها فونت وكلر، عند ليفل 2 ليها فونت وكلر. تمام، عند ليفل 3 فونت وكلر. طيب نشوفها ازاي. ادي اهو، ادي الشاشة دي برضو من الشاشات اللي هتتكرر معانا كتير جدا 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 في البرنامج بعد كده. في بعض الشاشات لازم نركز عليها ونفهمها كويس جدا لانها بتتكرر معانا كتير جدا. عندي اول شاشة اللي هي الفونت، اول شاشة اللي هي الفونت، او الشاشة مقسومة جزئين فونت وكلر. بدخل في الفونت، بختار طبعا الفولت. تمام، و الستايل بتاعه، وهنا السايز بتاعه، وهنا اذا كان اندرلاين ولا استرايك. فطبعا وبختار هنا لون الخط بتاعي. لون خط ايه يا جماعة؟ لون خط ال WBS، لون الخط اللي هو ال WBS. شايفين؟ ادي ليفل 2، ادي لونه اتغير اهو، شايفينه؟ ولون الخط بتاعه اللي اتغير. تمام، ندخل تاني. طبعا هنا لو الكتابة بالعربي هنا ويستر، يبقى ده بالنسبة للفونت. الكلر بيفتح لي انا بسميها الكارتيلا، كارتيلة الالوان. تمام، وبختار منها اللون اللي انا عاوزه. تمام، او ممكن درجة اللون، شغل كمبيوتر يعني، مش شغل تركيب. تمام، الكلام ده لكل ليفل، الكلام ده لكل ليفل. يعني ده على ليفل 2 نفس القصة بالظبط، هتبقى على اقدر اعملها على ليفل 1، اقدر اعملها على ليفل 3، اقدر اعملها على ليفل 4 وهكذا. واضح يا جماعة؟ واضح ولا ايه؟ تمام،
خدوني كده لما ما حدش بيجاوب. طيب ايه طرق العقد التانية؟ طبعا هنشوفها بالتفصيل مع كل امر بناخده، بس في بعض طرق العقد المهمة، تمام، زي مثلا الستارت ديت، اقدر اعرض بالستارت ديت. يعني ايه الستارت ديت؟ يعني هيرتب لي الانشطة طبقا لتاريخ الستارت، شايفين يا جماعة؟ طبقا للتاريخ ده، تمام. طيب شايفين الجروب انترفال ظهرت معايا، بيقول لي انت عاوزها باليوم ولا بالشهر ولا بالكوارتر ولا بالويك ولا بالسنة. خلينا نمشيها باليوم واقول له ابلاي. قال لي التلات، واحد اتناشر، اهو واحد اتناشر، وعندك التلات عشرة، الخميس سوري، عشرة اتناشر. يعني عندي التلات واحد اتناشر، عندي مجموعة الأنشطة دي كلها، هنلاقي الستارت بتاعها 1 ديسمبر، وعندي مجموعة تانية أهي 10 12، وعندي مجموعة تالتة أو نشاط تالت وهكذا أهو، وآدي 22 ديسمبر. أو ممكن أعرضها أسبوعيا، للناس اللي بتحب تشتغل أسبوعي أهو، لو كهد سريع كده بالأسبوع، ده الشغل اللي مطلوب منك خلال الأسبوع، اتفضل أهو. تمام، واضح يا جماعة؟ اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس محمد يوسف. سؤال جميل، ليه كل مجموعة البداية بتاعتها واحدة؟ حد يقدر يجاوب؟ حد يقدر يجاوب يا جماعة؟ ها؟ انت حضرتك تقصد بالاسبوع يعني؟ لان هو مرتبط بالاسبوع اللي انا مديهوله. يعني زي مثلا ممكن نلاقي هنا اهو، هنا يا باشمهندس اهو، الاسبوع اللي بدايته 16 عندي 17 و20. انا الاسبوع بدايته يوم السبت 16، ف بدايته 17 ل 20. تمام كده، فهمت حضرتك غلط. اهو ده مثلا 30 و1، هي بس جيت حظ حضرتك في الأنشطة اللي هي تمام. يعني هو هيديني كل الأنشطة اللي بتبتدي
ثانية واحدة يا باشمهندس، هيديني كل الأنشطة اللي بتبتدي في أي يوم. طبعا هتبتدي، لأن أنا محدد له الستارت ديت. أنا قلت له وأنت بتعمل، وأنت بتعمل جروب هات لي الستارت ديت بالستارت ديت، تمام؟ فيجيب لي أي نشاط هيبتدي بدايته تكون داخل أسبوع، تمام؟ يعني هو ده بيبقى لوك اهيد كده على السريع يا باشمهندس. انا يعني في ناس بتحب، يعني انا نفسي ما بحبش استخدم اللوك اهيد ده خالص، يعني بالطريقه دي. اللوك اهيد يعني بستخدمه فلتر دايما بيكون جاهز يعني. طبعا طيب، حاجة جميلة جدا المهندس محمد هنا أثار نقطة جميلة جدا. أنا دلوقتي عارض له الأنشطة بس من غير WBS، تمام؟ هل ينفع أعرض الأنشطة وأقول الأنشطة دي من أنهي WBS؟ نشوف كده. تمام، ممكن ادي الستارت. يبقى انا كده بقول له ايوه طبعا اكيد. وبعد كده اجي في اللي تحته، في اللي تحته، واقول له كمان رتبها لي بالدبليو بي اس، واقول له اندنت. يبقى هو كده هيجيب لي الانشطه اللي التاريخ بتاعها في الاسبوع ده، وكمان هيرتبها لي طبقا للدبليو بي اس. طب نشوف. الله، جميل قوي. اهو ادي الانشطه اللي هتبتدي يوم 28 نوفمبر، هكون في ال WBS بقى ده. عندي واحد مجموعه في المايلستون، ومجموعه في الكونستراكشن اهي، تمام. وادي السوبر استراكشن. ايه رايك يا هندسه؟ تمام، ده لوك اهيد، او برضه لوك اهيد ممتاز يعني. انا بستخدم بقى اللوك اهيد طريقه عرضه ده، بس بعرض الانشطه من خلال الفلتر. تمام، زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. تمام كده يا جماعة. طبعا لسه هناخد الاكتيفيتي كود، وهيكون نستخدم طريقة العرض بتاعتها ازاي. تمام، برضو اقدر استخدم الفينش، اقدر استخدم الفاريانس في اليونتس، ان انا اعرض الأنشطة اللي ليها variance في اليونتس، ليها variance في الكوست. طبعا هنشوفه، فعشان كده بقول لكم إن الأمر ده هيتكرر معانا كتير جدا، وهنشتغل عليه كتير جدا، ومعظم روبوتاتنا من الأمر ده. واضح يا جماعة؟ تمام. طيب، فاضل الجزء اللي تحت. عندي الامر ده بقى، فاكرين الامر ده؟ hide f empty، hide f empty. مين فاكر الامر ده؟ الامر ده بالظبط لو ال WBS فاضي، بالظبط كده. الله ينور عليك يا باشمهندس،
الاتنين مهندس محمد الغرباوي مهندس محمد يوسف بيسابقوا بعض ومش شايفين باقي المجموعة، المهندس وسام والمهندس محمد معتصم ولا مهندس عمر كده يا باشمهندس عمر كده تكسفني كده. ماشي بالظبط كده، الامر ده اسمه هايد اف ام بي تي. هايد لايه؟ هايد لطريقه العرض ده اللي هي الدبليو بي اس لو فاضيه. طيب نشوف كده، ادي انا مش معلم عليه، عامل اكسباند اقول كده كليك يمين، ال دبليو بي اس ده دبليو بي اس فاضي، دبليو بي اس فاضي مفيش فيه اكتيفيتي، فاضي يعني فاضي من الانشطه. لو عملت له هايد في امبتي كده شال ايه؟ شال الانجينيرنج كلها، شال الانجينيرنج كلها، لان الانجينيرنج كلها بكل ما فيها مفيش فيها ولا نشاط. واضح يا جماعه؟ الانجينيرنج كلها بكل اللي فيها سواء ماتيريال سواء شوب دروينج سواء دوكيومنت مفيش فيها ولا نشاط، كلها دبليو بي اس بس. واضح؟ عشان كده فاكرين لما جينا اول مره دخلنا الاكتيفيتيز عملنا نفس الامر، دخلنا على جروب اند سولت وكان معمول هايد اف ام بي تي، شلنا التشيك بتاعت هايد اف ام بي تي واخترنا دبليو بي اس وشلنا التشيك بتاعت هايد اف ام بي تي، عشان كده كان ال دبليو بي اس ظاهر معانا حتى لو فاضي. تمام، اللي هي هايد اف ام بي تي دي كده كنا بنشيل التشيك دي. طيب سولت بانس الفابيتيكال، تمام شايفين هنا مايل ستون انجينيرنج كونستراكشن موبلايزيشن، يعني حط تقريبا الفابيتيكال بالاي الدبليو بي اس كود، تمام بالكود بتاع الدبليو بي اس كود سورت بانس الفابيتيكال، يعني طبقا للالفابيتيكال في الدبليو بي اس ما استخدمهاش تقريبا خالص. تايتل انا بحط التايتل ان ده بروجكت وده دبليو بي اس، او بحط الاي دي اهو ده بروجكت وده دبليو بي اس اللي اسمه كايرو 1، تمام بشيل كل ده بكتفي بالنيم والديسكريبشن، النيم والديسكريبشن عشان تبقى الدنيا شكلها حلو كده معانا. تمام باشمهندسين، كل ما تكون الدنيا غايقة يبقى بالنسبة لي لرؤية العين أو رؤية أوضح. طيب اللي بعد كده ادي امر كولمز امر جو اند سولت، امر التايم سكيل، امر التايم سكيل. طيب بالنسبه لامر الكولمز وامر جو اند سولت حد عنده اي مشكله؟ ايوه باشمهندس محمد اتفضل. لسه في امر السورت صح. طيب هنشرح التايم سكيل ونرجع للسورت، ولا خلينا نشرح الصوت على طول؟ ماشي ماشي اوكي سوري نسيته.
ممكن استخدام ال week sort في ال calendar week number هنشوف الكالندر بالتفصيل الممل جدا 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 يا باشمهندس. حاضر، وهنشوف انت عاوز حضرتك ترتب السنة بالأسابيع، حضرتك عاوز ترتب السنة أسابيع ولا؟ تمام. طيب هو ده اللي احنا هنعمله حالا حالا. طيب أمر السلطة يا باشمهندس محمد، بحط له هنا الفيلد، بقول له رتب لي الستارت، وهنا بحط له يا إما أسندنج يا إما ديسندنج، واضح؟ وممكن أحط له آد الفينش أو نخليها دبليو بي إس. هيراتشيكال، تمام، هيراتشيكال يعني شكل هرمي. بس لازم اكون حاطط هنا الاول الستارت، هنا السولت، هنا سولت للاكتيفيتي نفسها، سولت للاكتيفيتي نفسها. تمام، هنا عشان مش واضحة، عشان نفس ال start date. لحظة واحدة نشوف حاجة يا باشمهندس. أيوة أهي أهي، طيب احنا ممكن نلغي ال WBS خالص، منظهرش ال WBS، وهيبقى الأمر ده شغال معانا. تمام، أهو يا باشمهندس، واضح؟ يبقى ده الأمر، برتب الأنشطة descending، برتب الأنشطة descending من الكبير او من اللي تاريخه اكبر للاصغر. لو عكستها وقلت ascending اتعكست باشمهندس محمد يوسف، واضح؟ واضح يا باشمهندس محمد؟ طيب ندخل في الجزء بتاع التايم سكيل. يا باشا اتفضل. انا ما بستخدمهاش خالص يا باشمهندس، لان انا بعمل سولت على وانا واقف على الكولم. يعني انا مثلا عاوز اعمل سولت بالستارت، فبقوم اعمل كده كده بقى اسندنج، كده سهم الفوق بقى ديسندنج، تمام كده. عاوز اعمل سولت بالديوريشن، اهو كده بقى اسندنج، كده بقى سهم الفوق ديسندنج، نفس الكلام في الفينش، اهو كده اسندنج
كده descending. يبقى هو بيرتب لي الانشطه. ده الطريقه السريعه، او ان انا بستخدمها ما بستخدمش امر صوتي خالص. تمام، دي الطريقه اللي انا بستخدمها في الصوت بتاع البرنامج. طبعا ما بستخدمش صوتي خالص. زي برضو وانا في امر الكولمز كان في الكولم ويتس، بقوم واقف هنا كده واتحكم انا في عرض العمود اهو. يبقى كده طبقا لي هو عمل سورت لي طبقا لي الستارت ديت ديسندنج. واضح يا باشمهندس محمد؟ تمام. مهندس محمد غباوي، مهندس محمد يوسف. تمام مهندس محمد معتصم، حضرتك تقصد في الكلام اللي حضرتك كنت قلته قبل ما نشرح امر الصوت، ان انا ارتب شهور السنه بالاسابيع، حضرتك تقصد كده؟ تمام، ده هو الأمر اللي جاي يا باشمهندس. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني للـ WBS. عندنا بعد كده امر اسمه التايم سكيل. تايم سكيل ادي الايكون بتاعه، او من قائمه فيو اقول له تايم سكيل، او من كليك فين، هنا ولا هنا؟ هنا، لان الامر ده خاص بمنطقه التايم سكيل اريا، او البار تشارت اريا، او الجانت تشارت اريا اللي هي المنطقه اللي على اليمين. تمام يا جماعه. طيب اول حاجه بيقول لي التايم سكيل فورمات، برضه انا حابب كده شايف كده ان واضح للناس. تايم سكيل فورمات بيقول لي 2 لاينز ولا 3 لاينز. ادي 2 لاينز و 3 لاينز، لو خليته 2 لاينز كده عمل ايه؟ خلالي بدل ما كانت 3 لاينز فوق بعض، الفين وستاشر الشهر هنا ارقام، فخليها لي 2 لاينز بس، خطين اتنين بس، فده 2 لاينز و 3 لاينز. تمام. طيب التايم سكيل ستارت، برضو القائمة دي معانا لغاية امد الظهر. القائمة دي برضو من القوائم اللي هتستمر معانا كتير جدا في كل حاجة. القائمة دي بتعبر عن ايه؟ البي اس البروجكت ستارت، البي اف البروجكت فينيش، ليتست بروجكت فينيش، الدي دي اللي هي الداتا ديت، الداتا ديت، السي دي مش السي دي اللي هي السي دي هي، لا سي دي اللي هي كارنت ديت، سي دبليو اللي هي الكارنت ويك، سي ام اللي هي الكارنت مانث، او ان انا custom date هيفتح لي الكالندر بتاعتي اختار منها تاريخ معين. تمام. طيب
هو هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي ايه؟ تايم سكيل ستارت، اللي هو بداية الجزء ده. انا قلت له انا عاوزه من بداية المشروع اهو. بس ايه اللي عمله هنا؟ بداية المشروع عندي 1 ديسمبر، تمام، فدخله مش باين عندي بداية المشروع، فأكل منه حتة كده تحت العمود ده أو تحت الفاصل ده. فأقول له لأ، طلعهولي أو خليلي اعرض لي من بداية المشروع ناقص 2 weeks. ده معناه ايه؟ 2W. وأقول له apply. رجع من شهر ديسمبر أسبوعين، من بداية المشروع اللي هي 1 ديسمبر أسبوعين، وبدأ يعرض لي منطقة التايم سكيل. تمام، يبقى ده اسمها التايم سكيل ستارت. واضح يا جماعة؟ وبدأ يعرض لي التايم سكيل ستارت. ودايما بخليها بالمنظر ده كده، ان انا مش بعرض على طول من بداية المشروع، فرجعها 2 3 أسبوع ولا حاجة لورا. طيب ادي الفونت والكلر، فاكرين؟ ادي الفونت والكلر اهو. هفتح دي كده هيظهر لي الفونت والكلر، الفونت والكلر، الشاشة المميزة بتاعتنا. ادي الفونت اهي. الكل كده شايف معانا يا جماعة؟ تمام. مهندس عمر، الكلام اللي بقوله مفهوم بالنسبة لحضرتك؟ مهندس عمر، تمام. مهندس محمد يوسف، محمد الغرباوي، مهندس محمد المعتصم، مهندس وسام، من فضلنا على الآخر. مهندس وسام من فضلنا على الآخر، ولا على الجروب ولا على أي حاجة. ماشي يا باشمهندس حسين. شوفك هنا موجود، انت خرجت يا باشمهندس حسين اساسا. ماشي، تمام. هبتدي اغير لونها و اختار اللون والكلر سي، مثلا هيبقى اللون ده. كويس يا باشمهندس، كويس، محدش لاقي اسم، محدش لاقي اسم واحد. انت قايم بدغين يا باشمهندس محمد. تمام، ادي الجانت تشارت، غيرنا الفونت. و بس الغريبة ان هنا
الـ Activity Details Columns اتغيرت معاها، يبقى الجزء ده لما بحب أغيره أنا بتكلم في تغيير الألوان. ليه؟ لأن بيجيلك شكل ثابت من الاستشاري، ممكن لو استشاري رخم يعني يجيب لك الألوان ويقول لك أنا عاوز نفس الألوان دي، تمام؟ لو في مشروع كبير مثلا وفي مجموعة من الشركات وموحدين الألوان، فيقول لك أنا عاوز الألوان دي بالصورة دي بالشكل ده، تمام؟ فلازم تبقى عارف كل حاجة بوصل للونها ازاي، تمام؟ طيب يبقى انا كده قدرت اعرف اللون ده، ولو عاوز ارجع للديفولت فبدوس ديفولت فونت هنا فبيرجعني للديفولت. نيجي بقى للحاجات المهمة. شو برايمري ديتس، هنتكلم في الكالندر دي، وهنقول شو اول حاجة شو اللي هي في الديت فورمات، سوري ديت فورمات، عندي حاجتين الديت فورمات، يا اما شو برايمري ديتس او اوردينال ديتس. اوردينال ديتس، اوردينال ديتس اللي هو من اول بداية المشروع يبدأ يعدلي 1 2 3 بالمانس، يعني ده اول شهر في المشروع ويبدأ يعدلي 1 2 3 بس من غير ما ابقى عارف الشهور دي في ايه او الشهور دي عبارة عن ايه، ودي بستخدمها في حالة التندر لما يكون عندي مشروع تندر مش عاوز ابينه، فبقول يعني اني ادي المدة بتاعته اهي وليكن 5 شهور، تمام؟ بالطريقة دي محددتلوش لا بداية ولا نهاية، بس طبعا الستارت والفينش هيفضحوك يعني. تمام، ما تظهرش بقى الستارت والفينش، اظهر ديوريشن بس. طيب نرجع تاني للتايم سكيل اهو، يبقى ده البرايمري او الاوردينال ديتس هنرجع له تاني، والبرايمري ديتس اللي هي التواريخ الاساسية اللي هي السنة. بيقول لي اول حاجة طبقا للكالندر، الكالندر بتاعتك، ولا فيزيكال اللي هي سنة 2016 شهر 1، فيزيكال مانس هنا شهر 12، شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4، شهر 5. طيب لو عاوز اخليها بالاسبوع اهو، مانس بالويك اهو، هنا شهر 12 2015 شهر فيزيكال مانس 12 فيزيكال يير 2015، الاسبوع اللي بيبتدي ب 28 نوفمبر، والاسبوع اللي بيبتدي بعد كده ب 5/12 12/12 19/12 26/12 لغاية الأسبوع اللي بيبتدي ب 2 سنة 2001/2016، واضح؟ طيب والمهندس محمد الغرباوي، محمد معتصم مش عاوز الجزئية دي، عاوز الجزئية دي ويك
of year week of year. ادي اهو، ادي 2015 ديسمبر 2015 الاسبوع 53، وبعد كده رقم 16 سنة 2016 جانيوري الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث الاسبوع الرابع وكذا، ندخل في 2000 وفي في فبراير 2016 الاسبوع الخامس الاسبوع السادس الاسبوع السابع الثامن التاسع وهكذا. مهندس محمد معتصم، هل دي الطريقة اللي انت كنت عاوزها؟ مهندس محمد معتصم فين يا جماعة؟ تمام؟ تمام. طيب جميل جدا. طب نرجع تاني عشان الأمر ده لسه فيه شوية أهو. يبقى أنا كده يا إما اخترت ده أو بالفيزيكال أو بالكالندر. خلينا في الكالندر بقى بتاعتنا احنا كده. جاوبنا على سؤال المهندس محمد فبيقول لي مانس بير ويك، ادي اهو الكالندر بتاعتنا ديسمبر وادي 2015 وادي جانيوري وادي مقسمه انترفال الى اسبوعيا، واقدر اقسمها ليوم ايام اهو سبت حد اتنين تلات اربع اللي هو 28 نوفمبر اهو. تمانية وعشرين نوفمبر الأسبوع اللي هو بدايته 28 نوفمبر، سبت حد اتنين تلات أربع خميس جمعة، سبت حد اتنين تلات أربع خميس جمعة وهكذا. يبقى ده أسبوع باي داي. تمام، في أسبوع باي داي بطريقة تانية اللي هو 21 نوفمبر أو 28 نوفمبر، ساتردي ساندي ماندي وهكذا. يعني لو ضيقناها تطلع نفس الموضوع. طيب نشوف عندنا فوق تاني، عندنا فوق مانس بالويك دي شفناها طبعا طبعا. مهندس محمد معتصم هقول لحضرتك نغيره منين. حد فاكر نغيره منين يا جماعة؟ احنا قلناها المرة اللي فاتت. تمام، لو محدش جاوبك هجاوبك انا بعد ما اكمل الجزء ده. كوارتر بير مانس، يبقى انا كده لا مش من الكالندر. مهندس محمد غابه مش من الكالندر. بقسم السنة لكوارتر، الكوارتر الأولاني سنة 2016 اللي هو جانيوري فبراوري مارش، الثاني أبريل ماي جون، الثالث 2016 جولاي أوغست سبتمبر. دي وممكن يير بير مانس اللي هو الشكل الأكثر تداولا معانا. ازاي اغير يوم في بداية اغير بداية الاسبوع؟ بدخل قائمة ادمن واقول له ادمن بريفرنسز، واقول له فوق خالص اول حاجة في الجنرال، يبقى اجيب اول حاجة جنرال، الاقي هنا starting day of the week بدل السبت اخليها monday او sunday او tuesday او اي حاجة. تمام مهندس محمد معتصم.
باشمهندس محمد الغرباوي. تمام. اه طبعا غير لكل المشاريع. حضرتك عاوز تغيرها ل لمشروع معين صح؟ للأسف ممكن، بس مش من خلال الجزء ده، او مش من خلال البرنامج. لازم حضرتك تكون معاك النسخة الأصلية عشان تقدر تعمل أكتر من يوزر، يعني هي على حسب اليوزر. يعني مثلا هنا في البرنامج أقدر أعمل يوزر تاني وأضيف وأعمل له كذا، وأدخل باليوزر التاني وأعمل البرنامج اللي أنا عاوزه وأديله مشاريع تانية خالص و انتربرايز داتا تانية خالص. بس مش هيبقى زي، يعني اليوزرز دي بتشتغل عند ناس وناس، هي يعني الحمد لله شغالة عندي، قبل كده ما كانتش شغالة. لو اشتغل، لو جيت جربتها حضرتك وهنجت الجهاز ما تجربش فيها تاني. تمام. او ان حضرتك يعني يكون عند حضرتك النسخة الأصلية بقى اللي ممكن فيها اليوزرز عادي. طيب نكمل امر التايم سكيل. يبقى ده الاوردينال ديتس. طيب سوري، انا عاوز لو استخدمت 3 لاينز، لو استخدمت 3 لاينز ده كده بزود لي واحد فوق، ممكن اعرض من خلاله الاوردينال ديتس. وبرضو اهو هخلي البداية بتاعتي ان هو يبدأ يرقم لي او يعد لي من اول المشروع كده، هيعد لي شهريا. ولو قلت له مانث بير ويك وقلت له خلي الموضوع اسبوعي، فهيعد لي ان ده اسبوع ايه رأيك كده يا باشمهندس محمد معتصم؟ يبقى ده الاسبوع رقم 49 في السنة، بس بالنسبة للمشروع هو الاسبوع رقم 1، وده الاسبوع رقم 50 في السنة، بس بالنسبة للمشروع هو الأسبوع رقم 2. كده تمام. يبقى الـ Ordinal Dates ده بيعدلي من بداية المشروع أو من الـ Data Date. أو تاني يا باشمهندس محمد، أنا عرضت هنا، انا عرضت هنا ال مهندس محمد المعتصم ما كان عاوز يعرض اسابيع السنة واسابيع المشروع، الاسابيع بالنسبة للمشروع. تمام. ففي الاول عرضت له اسابيع المشروع اهي، الاسبوع الاول، الاسبوع رقم 2 3 4 5 لغاية الأسبوع 53. تمام. السنة 53 أسبوع. تمام. طيب أنا قلت له ممكن أديك حاجة تانية أهي، إن أنا أبتدي أعد معاك المشروع ده للمشروع نفسه من أول بداية Ordinal Start، من أول بداية المشروع أهو، وعد لي بالأسبوع اهو. يبقى هنا بيعدي لي ويك
ومكمل. اعرض التلاتة، اعرض الاتنين مع بعض ازاي؟ عن طريق 3 lines. هلاقي لو هي 2 lines هتلاقي واحدة منهم دي مش هتختفي، لو دي ظهرت دي هتختفي. لو عرضت 3 lines اقدر اعرض الاتنين مع بعض واختار الاولانية work week of year، والتانية اختارها بالطريقة دي. يبقى انا عرضت ادي الاسبوع الاول في السنة وهو الاسبوع رقم 6 في المشروع، الاسبوع رقم 2 هو الاسبوع رقم 7 في المشروع، وهكذا. تمام. يبقى المشروع ده هيخلص في الاسبوع 20 او بعد 20 اسبوع، يعني بما يعادل الاسبوع رقم 15 في السنة. لو حد عاوز يعني يحسب المشاريع بتاعته بالاسبوع يقدر يستخدم الطريقة دي. طبعا ممكن بالشهور، ممكن بالايام، ممكن بالسنين، على حسب كل واحد ورغبته. امر التايم سكيل ده من الاوامر الحلوه جدا او الجامده جدا في البرنامج، بس يعني ما بيستمرش معانا كتير، هو بنظبطه كده وخلاص للبار تشارت اريا. تمام يا جماعة. تمام يا باشمهندس. باشمهندس محمد. تمام باشمهندس محمد معتصم. تمام باشمهندس محمد غباوي كده. الله ينور. كده نكون وصلنا لنهاية تايم سكيل. يبقى فاضل عندنا البار والبار اوبشن. طبعا السبوت لايت دي ما بتاخدش دقيقة واحدة، والكونسترين اللي هما يكونوا ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. تمام يا جماعة. طيب المهندس محمد معتصم هقوم معاه بمحاضرة يوم الجمعة. لانه اول مره يدخل معانا، فهقوم معاه بمحاضره يوم الجمعه. فاللي حابب يكون موجود معانا كمراجعه او يعني كاي حاجه ما فيش مشكله. مين هيكون موجود معانا؟ طيب انا ممكن ابعت اللينك للناس كلها، واللي هيكون موجود معانا يبلغني بس على الجروب حتى لو يتاخر شويه. احنا نحدد الميعاد دلوقتي، واللي يكون موجود معانا يحدد يقول لي بس، يبعت لي على الجروب بس ان احنا هنشتغل او هنكون موجودين.